تقول إنها في الصلاة الرباعية نسيت الجلوس للتشهد الأول، في هذه الحالة ما الذي يجب عليها أن تفعله؟ إذا نسي المصلي الجلوس للتشهد الأول واستتم قائما فإنه لا يجوز له الرجوع على الصحيح من قول العلماء، بل يمضي في قيامه فيقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يكمل صلاته على ما بقي منها، ثم قبل أن يسلم يسجد سجدتين بعد قراءة التحيات والصلاة على النبي والدعاء. إذا فرغ من صلاته قبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين من صلاة الظهر، فلما انتظر الناس تسليمه، يعني ختم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأكمل على نحو ما كان يصليه في العادة، انتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. فهذا الذي يكون فيما إذا ترك الإنسان التشهد الأول، يكمل صلاته على نحو ما شرع ثم يسجد للسهو قبل السلام سجدتين.